السلام عليكم، اخباركم كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم تعذر عليا باش نمشي لبيم نصور لكم الهميزات، وانا صورت لكم هذا الموبل هذا في الدار ديال التلفازه اللي كانوا الاسبوع اللي فات. هادو جوج حطينا واحد فوق واحد، انتم كما كتشوفوا، وانا غادي نحل هذا الباب ديالو. شفتوا كيفاش كيجي وزوين وواسع وعملو، حتى بالنسبه للثقوليه كيبان ثقيل وصحيح، يعني زعما انا عجبني. انتم كما كتشوفوا، ودابا غادي نوريكم حتى الطابلات ديال الاسبوع اللي فات، ولكن خصكم ما تحطوش عليهم شي حاجه ثقيله. الا شي كويز القهوه ولا اتاي، ولا جا عندكم شي واحد تقربوا لهم حدا ما كاشي طبيصلات خفافين وصافي، ما خصهمش يتقل. هادشي اللي كاين، وغادي تشوفوا معايا دابا الميزات اللي تحطوا اليوم باغ فوتو تصاور ومع الاثمنه ديالهم. الى اللقاء وفرجه ممتعه ان شاء الله.